اهلا وسهلا المتابعين ومشاهدي قناه الشعب الكبير مباشره من الدار البيضاء. معنا سيمو واحد لايف ديبي. سيمو اهلا وسهلا. تحياتي للعبير اللي ديما ترافقنا. سيمو انت كنتي عاشق ديال بنت مراكشيه، السبب علاش فارقتي معاها؟ شي واحد خرجه باغي يتزوج بامام الراقصه او غتخلق معاها واحد؟ طبيعة الحال الصراحة كانت غلطة كبيرة، لأن شاد النادي المراكشية كنت نعطيها واحد القيمة أكثر من القيمة ديالها، وكنت كنطلع على المعنويات، والدرية الصراحة ما تسهلش لأن كانت واحد الغلطة كبيرة، وكان واحد الندم لأنني شاديك البنت كنت باغي نقضها وباغي نحيدها من ديك البوز، باغي نحيدها من ديك الشفاءة، باغي نحيدها من ديك الروتين اليومي، هذاك الروتين اليومي اللي كديرو بطريقة فاضحة اللي ماتي أي واحد ما راضيش عليه. للاسف كانت فكره لان كنت غادي نشتغل معاها وغندير مع فيديوهات نقيه فلوغات وغادي نتعاونوا مع بعضياتنا وغادي نحقق لها الحلم ديالها، ولكن للاسف ان كانت واحد الصدمه كبيره. الدريه ما كتبغيش. السبب اللي خلاك تفارق؟ السبب اخويا هو فرضت عليا شي حوايج انا ما غنقدرش نديرهم، وبغيت استحمر الشعب المغربي، وكان الرفض مني، كان الرفض انني صافي هي فهمت قالت لي ما غنكملش معاك، وفرضت عليا شي حوايج اللي انني ما غنقدرش نديرهم. قالت لك اسيدي خاصك دير بحال النزار وطلع للسطاح ودير راسك بحال غتنتحر، وهي راه ما فكراتش بان محاوله انتحار فيها السجن، فيها عقوبه، فيها غرامه ماليه وشي ادي للحبس. وقالت لك ملي تكون داوي مع الصحافه خاصك تشعرى وخاصك تغوت وتقول لي ما كيجينيش الناس ما كناكل. قلت لها انت شكون هي واش هذه مالي كلارا ولا شكون هي؟ ايا من الجمال راه دري اصلا كذابه. قالت لي انا عندي 18 عام، ما كتشافش ان عندها 16 عام دريه بقى قاصر، والصراحه كانت غلطه كبيره. وحاليا الحمد لله جاني واحد العرض اللي هو زوين مع الراقصه والفنانه ايمان اللي غادي الراقصه خويا لبيت لها الطلب ديالي، لبيت لها الطلب ديالي والصراحه استقبلتني بواحد واحد التفاعل اللي زوين بزاف، استقبلتني واحد الاستقبال اللي هو زوين بزاف ولبات لي الطلب ديالي، ومشيت عندها السله ودويش معاها، وتبارك الله الدريه باينه بعقلها وباينه فهمتيني عندها واحد الفن الرقص، عندها التمثيل، فورما زوينه تبارك الله عليها، وفهمتيني غادي يكون غادي عجبك ايمان ولا عجبك الرقص؟ ولا انا خويا الصراحه فهمتيني الا كانت العلاقه الزوجيه راه من القدام، انا تنقول للناس ما راهش غادي تكون علاقه زوجيه حاليا، ولكن من القدام ان شاء الله الا اتفقنا مع بعضياتنا وداك الشيء راه غادي تقدر تكون واحد علاقة اللي مشتركة وهاد العلاقة زوجية. هذا ما كان. كيفاش تلاقيتي معاها؟ كيفاش تلاقيتي معاها؟ قلت لك اخويا راه كنت لبيت لها خرجت بمنابر اعلامي، قلت لها فيديو واحد خرجت قلت لها قلت انا راه كتعجبيني وباغي نشتغل معاك، وهي شافت الفيديو لبات لي الطلب ديالي، وهذا ما كان. وفهمتيني وانا تنقول لك الندم كانت غلطة كبيرة من عطيت لوحدة ما عندهاش قيمة، وفهمتيني اللي سبت لي بزاف ديال المشاكل مع الام ديالي مع الاصدقاء ديالي مع الناس، يقولوا لي انت واش حماقي شي شكون هي ديك الدريه تطلعش عليها المعنويات، وفهمتيني كنت باغي نخدم معها ولكن للاسف طلعت كذابه، وفهمتيني وبغيت تستحمر الشعب، وكان الرفض ديالي لانش ما نقدرش نضحك على 40 مليون نسمه. ايمان كبر مني. ايمان كبر مني، ولكن اخويا غادي نقول لك ما بقاش اخويا في لاج ولا بقاش في السن، الناس السن كيبقى ارقام، دونك هنا الا كان واحد الحب مشترك بيني وبينه راه فهمتيني راه غادي يكون واحد العلاقه اللي غادي نطولوا فيها، وغادي يكون واحد العمل مشترك، وغادي نقدموا للشعب المغربي واحد العمل اللي هو غادي يكون زوين بزاف. كانت فهمتيني انا حاليا باقي ديك الساعه ما كنتش معاه، ولكن حاليا دابا راه غيدور بها ندير بيه دعوه قضائيه، لان الدريه صافي انا بغيتني وبغيتها، وفهمتيني اتفقنا مع بعضياتنا غادي تكون ان شاء الله العمل مشترك، غادي يكونوا فيديوهات، غتكون واحد السلسله كوميديه، لان انا وايمان حاليا اتفقنا ضد التفاهه، اي حاجه سميتها التفاهه، ولينا دابا كنشوفوا واحد كيبوسر ولينا والرد ديال التفاهه اخويا راه ولا استحمار الشعب، ولا من اجل المال، من اجل الادسنس، من اجل الفيوز، من اجل البوز، هادشي اخويا كامل خلقوا اللي خلقوا لنا السبب الرئيسي في هادشي هو نادى حسي والنزار السبيشي، لان شي نادى حسي كنت عاقبات شحال هادي وكانت واحد الغرامه غتكون واحد كعبره لاي واحد ما كيقدرش يضحك على الشعب المغربي، لان دابا حاليا ولينا كنشوفوا واحد كيدير لي كوش، واحد كيبوس الرجلين، واحد كيخلي مراتو دير روتين اليومي بطريقه فاضحه، دونك هادشي كامل هنايا راه ضده، وكنقول ان الشعب المغربي انهم يحيدوا البوز وهادشي، وكنطلب من وزاره العدل ان تخرج شي فصل اللي يكون ضد التفاهه باش اي واحد انه استطاع يدير التفاهه ولا شي حاجه غتكون واحد العقوبه. والناس دابا حاليا ولينا كنشوفوا ناس في المحاكم، ناس بحال القايده غيشه وبحال
الملولي وزيد وزيد بزاف ديال المشاريع ولاو دخلوا السجن من اجل التفاهم. انت دارت علاش؟ راه كنت القايده غير شي خويا كانت واحد سوء تفاهم بينه وبين الريضه الشينويه وللاسف ما بغيتش انني الامور تطور وتوصل للمرحله هذه، ولكن للاسف ان كانت واحد الدعوه قضائيه من طرف الريضه الشينويه ودابا القايده غير خدات العقوبه ديالها، وكنتمنى هذا الشيء يكون عبره لاي واحد دار تفاهه ولا حاول يستحمر الشعب المغربي. ازر شي قايده غيشي ولا ازر شي ديزار؟ اخويا انا كذبش عليك، انا ملي كنت كنمشي للمحكمه وداك الشيء كنت كنازر القايده غيشي لان شبقاش فيا، انا ما كنعرفهاش وما عمرني تلاقيت معاه، ولكن كمواطن وك ولد الشعب وكنت انا متفرج بغيت نمشي نازر هذيك السيده لان هي كانت كدير اليوتيوب وكانت كنت انا من المشاهير، بغيت نازرها وفهمتيني كانت وجهه نظر ديالي ليا، والصراحه كيف ما تعاقبت هي راه خاصها ناس اخرين يتعاقبوا، راه ماشي هي بوحدها اللي دارت الغلط، راه انا دحسي السحمراء هي كانت كتكذب حليو ودا شي كانت ممثله فيلم مع ريده والتشينوي وبزاف ديال الشيء، وانا اتحمل المسؤوليه على هذا الكلام اللي تنقول. شنو هو الرد ديالك على صوفيا الطالوني؟ الرد ديالي على صوفيا الطالوني هذيك السيده حتى هي خاصها تتعاقب بما انك دير الناس الشركيه كدير لهم العمليه والهوليود التصميم وداك الشيء، وعلى حساب بعض المعطيات اللي توصلت بها قال لك كتخدرهم واش دير لهم فيديوهات، ومن بعد كدات تشزهم كدات شدت فيهم بدوك الفيديوهات ديالهم، وان جات الشيء ما بقاش عياده ولا بقاش ان بنادم مشي يتعالج ولا مشي يدير العمليه ولا شي حاجه، ولا من شي زاز ولا تجاره في البشر، ولا تمشيني مكونه عصابه فمشيني بحال حمزه مون بيبي، وكنتمنى من الضابطه القضائيه ان تدخل في هذا الملف هذا وتشوف هذا السيد هذا اللي شي يتسبب لنا في هذه المشاكل كامله. صوفيا الطالوني واش يساعد على المثليه؟ صوفيا الطالوني اخويا خاص يكون واحد الصراحه بحال هذاك السيد، فهمتيني انا كنقول الراي ديالو والخطأ على البلاد، لان ولينا كنشوفه ولا كيطيح بالرجال ولا كيدير بزاف ديال الحوايج، هو مثلي الله يعفو عليه وكنتمناو ليه الهدايه، ولكن ما كنشوفو دابا حاليا شحال واحد ولا مثلي شحال الرجال فهمتيني ضربوا الروجه ولا ضربوا شحال من حاجه ضربوا، دونك كنقول ان صوفيا الطالوني بعد اول حاجه الامن انه يتدخل في هذا الملف هذا ديال صوفيا الطالوني ونشوفوا واش هذا الشيء اللي تيدير فيه صحيح ولا لا، لان كان نزاع مع بعض الفنانين كجواد قنا جواد قنانه حتى هو كان دخل سايبيريو سمايل وهدوه صيفط لي 5 مليون، المهم هذا الملف هذا راه الموضوع هذا راه كيروج في المواقع التواصل الاجتماعي. يعني خاص يدخلوا السلطات باش يعرفوا الحقيقه، وطبيعه الحال خاصهم يدخلوا في هذا الملف هذا، مني انا ولي مني وليت انايا تنمشي عند عياده خاسر فلوسي وخاسر ترونسبور خاسر بزاف ديال الحوايج، وفي الاخر يدير لي فيديو عريان ويستفزني ويفهمشيني يهددني بالفيديوهات ديالي، لان هذا الشيء راه ما بقاش عياده ما بقاش مصحه، اذا انا ما غنبقى نتيق حتى شي مصحه، إذا كنقول السيد هذا أنه يتعاقب إلا كان كيدير هذا الشيء، أنا كنقول إلا كان كيدير هذا الشيء وأنا راه ماشي زعما شاد عليه شي بروف، أنا ما بيني وبينه حتى شي حاجة، وراه الفيديوهات راه كيتراوجوا ما بين في المواقع التواصل الاجتماعي وحسب لسانه شنو كيجي يقول. الجديد ديالك مع الرئيس؟ الجديد ديالي إن شاء الله غادي يكون واحد عمل مشترك، سلسلة كوميدي اللي غتكون في اللي غتكون إن شاء الله قريبا في القناة ديال سيمو محيب وإيمان بنت الشعب، وان شاء الله ترقبوا الجديد مع سيمو محيب. شكرا تحياتي.